الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضل الحب في الله والحث عليه، فإعلان الرجل الذي يحبه أنه يحبه، وماذا يقول له إذا أعلمه. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. هذا الباب ذكرنا في الحديث السابق ما قاله الإمام النووي: الحب أو فضل الحب في الله عز وجل والحث عليه، وإعلان الرجل من يحبه أنه يحبه وماذا يقول له الله عز وجل، والحث عليه، وإعلان الرجل من يحبه أنه يحبه وماذا يقول له إذا أعلم. وذكر فيه أحاديث، ذكرنا حديث أنس وحديث السابق، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة خصال: من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وكل إنسان مؤمن يحب أن يتذوق طعم الإيمان، أن يتذوق حلاوة الإيمان، فأمر الإيمان ليس تمنية وليس أمرا خياليا مثلا، ولكن الإيمان يقر في قلب الإنسان ويصدقه عمل الإنسان. فإذا وقر الإيمان في قلبك وصدقه عملك فشعرت حلاوة الإيمان، وحبك للطاعة، وحبك لله سبحانه وتبارك وتعالى ولرسوله صلوات الله وسلامه عليه ولأصحابه ومن يحب الله سبحانه ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. فهنا لتجد حلاوة الإيمان قال لنا: الشيء الأول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يحب الله سبحانه ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم ويفضلهما على ما سواهما في الحب. الأصل حب الله وحب الرسول صلوات الله وسلامه عليه. إذا كان الإنسان يفضل غير ذلك حبه بشيء يمنعه من الطاعة، طبعا كل إنسان لو سئل هل تحب الله عز وجل أكثر أن تحب أهلك وعيالك، يقول أحب الله أكثر ولا شك في ذلك. ولكن المحك في ذلك من وقت التطبيق، وقت التطبيق. فإذا ابتلاه الله عز وجل بشيء، هل يسقط على الله سبحانه تبارك وتعالى أن ينظر فيما يحبه هو فإذا به يفضله على حبه لله سبحانه تبارك وتعالى؟ شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لما توفى الله عز وجل ابنه إبراهيم عليه السلام، توفاه الله سبحانه، فإذا به تدمع عيناه صلى الله عليه وسلم، والحزن جبنية في الإنسان أنه يحزن على وفاة حبيبه، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم على وفاة ابنه، دمعت عيناه، ولكن يتكلم بما يرضي الله سبحانه تبارك وتعالى. فإذا به يقول: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم امتلأ حنانا ورأفة ورحمة. إذا كان ابنه حيموت وهو يقعد يضحك، هنا نجيش إن حنانه وشفقته صلى الله عليه وسلم وحيقعد يضحك وابنه ميت مثلا، لا، ولكنه يحزن صلى الله عليه وسلم، هو بشر من البشر ويحب ابنه صلوات الله وسلامه عليه، فحزن ودمعت عيناه. أكثر من ذلك
ما فيش تبذر على هذا الشيء، لا، ما له عند الله خير مما له في الدنيا، فيرضى بقضاء الله وقضائه سبحانه وتبارك وتعالى. يقول إن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ومع ذلك لا نقول إلا ما يرضي ربنا، نقول ما يرضي الله لا ما يسخط الله. فضرب المثل صلى الله عليه وسلم والقدوة الحسنة في ذلك كما ضربها في غير ذلك، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرضي الله واليوم الآخر. لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم خسفت الشمس، انكسفت الشمس، فإذا الصحابة يقولون كسفت لموت إبراهيم، علشان إبراهيم مات الشمس خسفت. ويمكن لو أي إنسان في مثل هذه المصيبة مش على باله بقى، الناس بتقول إيه ولا بتقول شيء، مش فايق لهذا الشيء إلا النبي صلى الله عليه وسلم، هنا يقف للناس ويردهم عما يردهم عن قولهم، ويقول إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكتفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا كان ذلك فابدعوا إلى الصلاة. فأمرهم أن يصلوا صلوات الله وسلامه عليه. يمكن أن هو في إيه ولا في إيه، هو فائق لهذا الشيء يتكلم الناس، إن هو حبه لله سبحانه وتبارك وتعالى ولشرع الله سبحانه، وهو رحمة للعالمين، فعلى ذلك لابد يصحح لهم مفهوما خاطئا يتكلمون به ويفهمونه، حتى ولو كان الأمر إن هو حزين على ابنه. ويمكن وقع أخرى حدثت له صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، في يوم بدر وقد نصر الله عز وجل المؤمنين، وماتت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان الأمر إن هو حزين على ابنه. ويمكن وقع أخرى حدثت له صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، في يوم بدر وقد نصر الله عز وجل المؤمنين، وماتت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف في فرحة الناس في هذا اليوم في يوم بدر، وابنته تموت صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك يكفي حزنه عن الناس، فيظهر حزنه للناس وهم فرحانين بنصر الله عز وجل عليه في هذا اليوم، إلا أول موقعة حقيقية بين عسكر الكفر وعسكر الإيمان، أول موقعة تحدث، وينصر الله عز وجل المؤمنين ويتجاوز أحزانه صلى الله عليه وسلم، ويظهر فرحه بنصر الله عز وجل للمؤمنين، ويخفي حزنه على ابنته التي ماتت ودفنت وهو ببدر صلوات الله وسلامه عليه. فهنا حب الله عز وجل، حب دين الله سبحانه وبارك وتعالى، تدعى النبي صلى الله عليه وسلم ينطق بالحق في كل موطن. ولذلك لما سألوه نكتب عنك يا رسول الله إنك تغضب، فيقول لا يخرج منه إلى حق صلوات الله وسلامه عليه، لا ينطق بالهوى ولكن ينطق بالحق. فكلما أراد الإنسان الأسوة الحسنة والقدوة العظيمة، أسوته وقدوته في النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أصابه هم، إذا أصابه حزن، إذا أصابته مصيبة، ما ينساش بقى دين ربنا سبحانه تبارك وتعالى وخلاص الدنيا تهدد على هذه المصيبة اللي حصلت له. الإنسان مخلوق في الدنيا ليبتلى، حسب الناس أن يدركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، مخلوق في الدنيا ليمتحن، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فضلان من الله عز وجل وأولئك هم المهتدون وهداية من الله عز وجل لهؤلاء. فالإنسان المؤمن الله يبتليه لينظر أيكم أحسن عملا. فالمؤمن ينظر إلى الدنيا أنها دار بلاء ودار محن ودار اختبار، والنتيجة عند الله تظهر يوم القيامة. وعلى ذلك إذا ابتلاه الله فليأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه ليقتدي به كيف ابتلي وكيف صبر صلى الله عليه وسلم عليه. ومن قبله أبوه إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، كيف ابتلاه الله سبحانه تبارك وتعالى، ابتلاه في أهله، ابتلاه في أبيه، وابتلاه في دينه، وابتلاه في زوجته فإذا به صابر، صابر يصبر الصبر العظيم. ابتلاه في أبيه فكان أبوه كافرا وكان صانعا للأصنام يصنعها لقومه، وإذا بإبراهيم يجادل أباه حتى يمنعه من ذلك فلم يقدر على ذلك عليه الصلاة والسلام، وأبوه يقول له لا أرجو منك واهجرني ملي، ابعد عني أقول حنظمك أشتمك وحدثك بالطول، لا أرجو منك واهجرني ملي. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان لي حفيا،
وأعتذركم وما تعبدون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما يذهب مع امرأته سارة إلى مصر هنا، فإذا به الجبار من الجبابرة، وإذا بالجبار يسأل من هذه؟ من هذه؟ يخاف إبراهيم. لو قال هي زوجتي يقتله هذا الجبار ليأخذها منه. فكانت الحيلة قال أخشي، قال أخشي، فعرض في الكلام بلية ومصيبة نزلت إبراهيم وانتظر الفرج من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا بالجبار يأخذها ويريدها لنفسه، فإذا بها تدعو ربه ربها سبحانه ويدعو إبراهيم ربه سبحانه وتبارك وتعالى، فيكشف الكرب العظيم الذي كان فيه إبراهيم وفيه سارة عليها وعليه الصلاة والسلام. دعا ربه فإذا به يقع هذا الجبار ينصرح ويقع ولا يقدر أن يخربها بسوء. مرة واثنين وثلاثة، في النهاية يقول إنما أتيتموني بشيطانة، هذه شيطانة مش إنسانة، ويقوم رجعها لإبراهيم ويخدمها هاجر، ويخدمها هاجر. فكانت هاجر أمة لسارة، أهدتها لإبراهيم فكانت أمة لإبراهيم وأم ولد له بعد ذلك. ابتلاه الله عز وجل في ولده ووحيده إسماعيل عليه وعلى أبيه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إسماعيل ابنه الذي جاءه بعد الكبر وبعد سنين طويلة يتمنى فيها الولد يأتيه إسماعيل، فإذا بالله عز وجل يأمره في المنام، يريه رؤيا منامية أنه يذبح ولده هنا، حتى ينظر ربنا سبحانه ويسأله إبراهيم تحب ولدك هذا أم تحبنا نحن؟ تفضل مين؟ طيب إني أرى في المنام أني أذبحك. هل قال أضغاث أحلام؟ هل قال لعله أمر من المنام شفت حادث ومش هنفذها؟ لا، ولكن طالما رأى رؤيا منامية ورؤيا الأنبياء وحي من الله، فقام لابنه وقال إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، فانظر ماذا ترى. وقد علم أن ابنه لا يرى إلا ما يأمر الله عز وجل به، فقال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فكان بلاء عظيما أن يذهب ليذبح ابنه كما يذبح الأشاة وتله للجبين، واستسلم لأمر رب العالمين. فإذا بالله عز وجل يقول أن يا إبراهيم قف، قد صدقت الرؤيا، خلاص أنت فعلت ما أمرت به وأظهرت حبك لنا فوق حبك لأي شيء. هجر بلده ووطنه، وهاجر منهم لما عبدوا غير الله تفضيلا لحب الله سبحانه فوق حبه لأي شيء، للبلد، للولد، للوالد، للأهل، حبه لله عز وجل فوق كل شيء عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الإنسان المؤمن يحب الله عز وجل ويظهر هذه المحبة، وخاصة في وقت البلاء يستشعر أن الله عز وجل امتحنه ليرفع درجته، ليكفر خطيئته وسيئته، ويرضى بقضاء الله عز وجل. ولا مانع من أن يحزن، ولكن لا يتبدل على الله عز وجل ولا يتصخف على قضاء الله وقضائه سبحانه. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، يحب أخاه المؤمن يحبه لله لأنه مطيع لله، لأنه عابد لله، لأنه يحب الله سبحانه وتبارك وتعالى. وأن يكره أن يعود إلى الكفر إذا كان كافرا فأسلم، أو إذا لم يكن كذلك بل هو شد ونشأ على الإسلام وولد فيه، فعلى ذلك يبغض الكفر وأهله كبغضه أن يلقى في النار. إذا كان كذلك يستشعر ويتذوق حلاوة الإيمان. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. يظلهم الله في يوم عظيم طويل فظيع، يوم القيامة يجتمع فيه الخلائق الأولون والآخرون، إنسهم وجنهم، وتتنزل الملائكة تحيط بهم، لا مهرب ولا ملجأ من الله إلا إليه. وإذا الشمس تدنو حتى تخرج من رؤوس العباد، فإذا بالعرق يسيل العرق، منهم من يبلغ عرقه إلى رجليه، إلى قدميه، إلى كعبيه، إلى ركبتيه، إلى حقويه، منهم من يغطي منكبيه، منهم من يلجم فاه، منهم من يغطي رأسه، عرقه
بحسب ما كان يبذل هذا العرق لله في الدنيا. هل كان يتعب نفسه لله، يقوم يصلي فيتعب لله سبحانه؟ هل كان يأمر المعروف وينهى عن المنكر ويقضي حوائج الناس فيتعب نفسه طاعة لله، بذل العرق في الدنيا فنجا يوم القيامة؟ فهؤلاء حين تدنو الشمس من الرؤوس إذا بالله عز وجل يظل من يشاء بظله سبحانه تبارك وتعالى، يوم لا ظل إلا ما جعله الله عز وجل لهؤلاء من ظل له سبحانه تبارك وتعالى، يوم لا ظل إلا ظله. من هؤلاء السبعة؟ سبعة أصناف. ليس سبعة رجال مثلا، لا، ولكن سبعة أصناف، فيكون تحت كل صنف رجال كثيرون ونساء كثيرات. فتحت هؤلاء قال إمام عادل، إمام، والإمام هنا بمعنى الحاكم، الحاكم، حاكم يحكم بشرع الله عز وجل ويعدل بين الرعية. قد يكون الحاكم يحكم بشرع الله ولا يعدل بين الناس، يحكم في الظاهر ويظلم الناس في الباطن، فهنا يقول لنا إمام حاكم عادل يعدل بين الخلق. وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، شاب لذلك تحرص على أن تكون عابدا لله سبحانه وتبارك وتعالى. إن كان الله عصمك من الزلل ومن الخطيئات والخطايا فدوم على ذلك حتى تكون من هؤلاء، ولا تأمن مكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولا تغتر بنفسك. فكم من إنسان غرته عبادته فإذا بالله يقلبه عن عادته ويكون على غير ما كان عليه. فلا تغتر، الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وإن الرجل وإن العبد ليعمل بطاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى ويعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لذلك لا تغتر إذا كنت شابا نشأت في طاعة الله وحفظت كتاب الله، احذر من الغرور، فإن الغرور يرضي صاحبه. إذا كان عندك أطفال أولاد علمهم الطاعة، علمهم حب الله سبحانه تبارك وتعالى، علمهم أن يكون حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من الأولاد. فإذا نشأ هؤلاء مفدين لله عز وجل فلعلك تنتفع بهم يوم القيامة. قال لنا هنا شاب نشأ في عبادة الله عز وجل. ثالث واحد، ورجل قلبه معلق بالمسجد. رجل قلبه معلق بالمسجد، فهنا المساجد، المسجد بيت الله سبحانه تبارك وتعالى. فالذي تعلق قلبه بالمسجد أحب الصلاة وأحب الله عز وجل. المسجد مش النادي بتاعه، رايح المسجد عشان يقابل الإخوة ويتكلم ويرغي معاهم، يحب المسجد لأنه بيت الله يحافظ عليه، يحتلمه، يوقره، لا يؤذي أحدا فيه، يقرأ فيه كتاب الله عز وجل، يستمع فيه لدرس العلمي، يصلي الصلاة المفروضة، يخرج من بيت الله إلى بيته وفي قلبه حنين لبيت الله متى يرجع إلى بيت الله سبحانه تبارك وتعالى. الرجل الذي قلبه معلق بالمساجد من حبه لبيت بيوت الله سبحانه تبارك وتعالى أنها بيت الله. رجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود، في رواية إذا خرج من بيت الله لغاية ما يرجع إليه، خلص صلاة الظهر رجع إلى بيته وإلى عمله وقلبه مشتاق أنت يجي وقت العصر عشان أذهب أصلي في بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. علم الفضيلة، علم الأجر والفضل، فهو مستحضر لذلك. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الكفارات، الكفارات قال نقل الأقدام إلى الجماعات أو انتظار الصلاة بعد الصلاة وإسباغ الوضوء في الثمرات ونقل الأقدام إلى الجماعات. هذه الكفارات اللي يكفر الله عز وجل بها خطايا الإنسان، كفارة لك أنك تسبق الوضوء في وقت ما تكره ذلك، الماء بارد شديد البرد والجو شتاء قارس ومع ذلك تتوضأ فتحسن وضوءك، فأنت هذا كفارة لك، يكفر الله عز وجل بذلك. وانتظار الصلاة بعد الصلاة في بيت الله سبحانه ما لم تضيع عملا واجبا عليك أن تؤديه لطفع عيالك وتنفق على قرابتك. وكذلك نقل الأقدام إلى الجماعات،
تذهب إلى بيت الله سبحانه رايح لصلاة الجماعة، كل خطوة ترفعك درجة، وخطوة تحط عنك سيئة، خطوة ترفعك وتعطيك حسنة، وأنت ماشي تحتسب هذا كله عند الله عز وجل. حين تتخيل الثواب، ثواب الله سبحانه، وأنت تتوضأ، يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الخطايا تتناثر تتساقط، الصلاة إلى الصلاة كفارة بينهما، الوضوء يزيل عنك الخطايا، تغسل يديك تنزل الخطايا مع أثر قطر الماء، تغسل وجهك تنزل خطايا وجهك مع أثر قطر الماء، تمضمض تغسل يديك رجليك الخطايا تتساقط. فإذا ذهبت إلى الصلاة كل خطوة وأنت رايح المسجد خطوة تعطيك درجة، خطوة تمحو عنك خطيئة، خطوة تعطيك حسنة. إذا جئت بيت الله ووقفت في الجماعة تصلي مع الناس إذا بالله يجعل كل الذنوب الباقية عليك فوق راسك وفوق منكبك، فإذا كبرت تساقطت، إذا ركعت تساقطت، إذا سجدت تساقطت. انظر إلى الفضيلة العظيمة، خلصت الصلاة وأعك هذه الذنوب، تساقط هذه الذنوب. بعد ما خلصت الصلاة قرأت آية الكرسي يقول لك أنت تستحق الجنة، قرأت هذه الآية، لو مت الآن تستحق الجنة. من يسمع مثل هذا الثواب العظيم وما يبقاش قلبه معلقا ببيت الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ هنا في الدنيا عرفت ذلك. فإذا كان يوم القيامة إذا بالله يضلك في هذا الوقت، لا في شمسية ولا في حاجة تحطها فوق دماغك، ما فيش إلا العمل الذي عملته، فإذا بالله يضلك في هذا اليوم، يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوم ما هوش 24 ساعة، ما هوش الشمس نص اليوم وبقيت اليوم ليل، يوم تدنو الشمس من الرؤوس 50,000 سنة حتى يقضي الله عز وجل بين العباد. يوم فظيع، بعض الخلق يدعون ربهم يقولون يا ربي اصرفنا ولو الى النار، اصرف يعني خلصنا من هذا اليوم، شافوا هذا اليوم يوما فظيعا اصرفنا منه، ظنوا ان النار اهون من هذا الموقف بين يدي الله عز وجل. فاذا بالله يظل هؤلاء بظله يوم لا ظل الا ظله، رجل قلبه معلق بالمساجد. ورجلان عند قال إمام عادل، هذا الرجل الإمام الحاكم، شاب نشأ في عبادة الله، شاب أو شابة، ذكرا أو أنثى، رجل قلبه معلق بالمساجد، يحب بيت الله والفريضة في المساجد على رجال، والمرأة صلاتها في بيتها خير وأسوأ لها من صلاتها في بيت الله عز وجل. ورجلان تحابا في الله، كذلك رجل يحب الرجل، المرأة تحب المرأة، أخوات في الله، إخوة في الله، فهنا المحبة في الله عز وجل، وده المقصود شاهدا في هذا الباب، رجلان تحابا في الله، الذي جمعهما الحب في الله، اجتمع عليه، إذا اجتمع ده يتكلم بالآية والحديث، وده يتكلم بالآية والحديث، ده ينصح ذات الله، ده ينصح ذات الله. كان الصحابة يتفاضلون فيسألوا كيف حاله، يقول له الحمد لله، قال عن هذا سألك، أنا بسألك عشان تقول الحمد لله فقط، مش عايز يحكي وحدوك المال والعيال، عايز عشان يقول الحمد لله يبقى ذكره الله سبحانه وتبارك وتعالى. يتذاكرون ويتناصحون، ما هواش بيحب إنسان عشان يضيع له وقته، عشان يشغله عن الله عز وجل، عشان يلاقي قاعد في المسجد فاتح مصحف يروح جنبه ينهيه ويكلمه عن حدوته حصل فيه أو كذا فيمنعه من العبادة، لا، ولكن يعينه على طاعة الله سبحانه وعلى الله. اجتمع عليه وتفرق عليه، كان اجتماعهم على الطاعة، وإذا افترق افترق على تسليم وعلى محبة وعلى مودة وعلى طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى. هنا المحبة في الله عظيمة جدا، ترضو بها الدار الآخرة ولا تنتظر بها حظا في الدنيا. إذا كان أخوك مشغولا فلا تجده شغلا بزيارتك أو بكثرة كلامك أو بإلهائه عن عمله وعن عبادته وعن طاعته. الحب في الله عز وجل أنك تعين صاحبك على الطاعة لا تمنعه منها، اجتمع عليه وتفرق عليه. ورجل بعثه امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله. رجل بعثه امرأة ذات حسن وجمال، لها جمال ولها مال ولها منصب، وتدعو إنسانا إذا عندها كل المقومات فإذا به ينظر حبه لله سبحانه، يحب الله ويخاف من الذنوب، قال إني أخاف الله وامتنع من المعصية. ورجل تصدق بصدقة، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها. هنا رجل بعث امرأة ذات حسن وجمال، هنا في زمن فيه البلاء العظيم، فيه المصائب، فيه الفتن، فكل إنسان يمتلئ قلبه بحب الله
أن يبتعد عن هذه الابتلاءات وعن هذه الفتن ويخاف على نفسه. مفيش حد معصوم ولا تثق في نفسك ولا ما يهمنيش أنا أمشي وأبص مفيش حاجة تفتني. لا، النظرة بليد زنا، قد يفتن الإنسان ويستثار فإذا به في النهاية من عبد يحب الله إلى عبد عابد لشهواته ولهواه يضيع نفسه. مفيش حد معصوم ولا تثق في نفسك ولا ما يهمنيش أنا أمشي وأبص مفيش حاجة تفتني. لا، النظرة بليد زنا، قد يفتن الإنسان ويستثار فإذا به في النهاية من عبد يحب الله إلى عبد عابد لشهواته ولهواه يضيع نفسه. البلاء شديد والفتن شديدة، إذا لكل إنسان يستحضر ذلك في قلبه. رجل دعته امرأته ذات مال ودمال فقال إني أخاف الله، إني أخاف الله. مشي الإنسان في الشارع فوجد أمامه الفتن، أمامه، يقوم يبعد عن ذلك، يغض بصره ويخاف الله سبحانه وتبارك وتعالى لعله يكون من هؤلاء. قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إخفاء الصدقة، صدقة السر تطفئ غضب الرب، صدقة السر. لا تمن ولا تستكثر ما أعطيت ولا تؤذي الإنسان الذي أعطيته الصدقة. تتصدق بالسر تكاد تخفيها حتى عن نفسك، حتى لا تعلم شماله ما تنفق، يعني المبالغة في الإخفاء إن محدش ياخد باله من هذا الذي ينفقه. هذا يستحق أن يظله الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. آخرهم رجل وكذلك امرأة ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. إنسان يذكر الله، قد يكون في وسط الجماعة يسمع الذكر ويتأثر فيأتي، قد يكون وله أجر، ولكن المحك والاعتبار هنا في الإنسان خالي خالي، قاعد وحده في بيته فذكر الله وذكر الجزاء وذكر الحساب وذكر قلة العمل، فإذا به يخاف يبكي من خشية الله سبحانه، فيكون أحد هؤلاء الذين يظلهم الله عز وجل بظله يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.